وفي لبنان أبناء الطوائف التي تعتمد التقويم الشرقي يحتفلون بعيد الفصح على طريقتهم. والال بي سي اي من قضاء المنيا تنقل لكم عادات وتقاليد العيد. بدقوا الجرس فوق ال 33 دقيقة، بيعملوا اللبنية أو الشيش برك، بيوزعوا الهدايا على الأولاد بعيد الفصح، أكيد بيعملوا الهجمة. عن أي ضيعة عم نحكي؟ مركبتا! مركبتا ضيعة بقضاء المنيا، كل أبنائها من الطائفة الأرثوذكسية، ولأن عندها عادات وتقاليد بعدها محافظة عليها من زمان لليوم، حبينا نجي ونعيد معها عيد الفصح. منبلش من سبت النور، نهار التحضيرات للعيد. الكنيسة مليانة شباب وصبايا الضيعة يلي عم يزينوها، يحضروا الهدايا ويسلقوا بيض. نحن هون تقريباً بحدود 100 شخص، كلنا سوا بنشتغل ايد وحده لحتى ننجح هيدا العمل، اكيد ببركه كاهن الرعيه وببركه ربنا اللي هي موجوده اللي بتخلي كل شيء عم نشتغل وينجح. البيوت كلها عم تطبخ نفس الطبخه يلي هي اللبنيه او شيش برك. بالنسبه لاهل مركبتها هيدي اكله القيامه. نحن بنعمل لبنيه عن ابا وجد، عن ايام اهلنا الله يرحمهم، بايام سيدنا المسيح، تبقى ايام بيضه تتحلها على جميع العالم. بس تفيد النور بنفطر، بس على اللبنية ما بناكل لحمة ولا بناكل شيء أبدا. صح اللبنية وبيضة بنوزع مثلا هالختياري اللي ما بيعملوا المحزونين. هو عيد محبة، عيد محبة. والمشهد الأجمل هو أنه بعد الساعة 2 الكل بيتسمر قدام الشاشة ناطر فيض النور من القبر المقدس، وهون بيندق جرس الكنيسة أكثر من 33 دقيقة. إحنا لما يفيد النور بالقبر المقدس ندق الجرس أكثر من 33 دقيقة، يعني 33 دقيقة اللي هو عمر المسيح. بنهاية سبت النور وبداية الغروب ببلش التحضير للهجمة يلي في كنايس بتعملها ليل السبت ومنها فجر الأحد. بس لشو بترمز؟ صلاة الهجمة هي بتمثل مجيء النسوة عند القبر لتطيب جسد المسيح، زيادة عن أنها هجمة بس عند الكنيسة صارت هي مثل برمي بالبلدة كلها، حاملين رايات النصر وأيقونات القيامة والصلبان والشعل طبعاً لإعلان القيامة ولندعي العالم للمجيء على بداية القداس. لما نحكي عن الأرثوذكس ما بننسى الألحين البيزنطية يلي بيتمرنوا عليها أهل الرعية ليحيوا هالأعياد. بتتميز كنيستنا الأرثوذكسية بالألحان البيزنطية اللي منرتلها على طول، بس بالأخص بالأسبوع العظيم وبأحد القيام اللي بتفرجينا كل شيء عاشه المسيح على الأرض من آلامه حتى قيامته المجيدة. وهيك من ضيعة مركبتا بجمالها وطيبة أهلها من عيدكن على طريقتن ومن إلكن كريستوس أنيستي إكنكروم ثاناتون ثاناتون باتيساس كيتي سنتزمي ماسي زوين خاري سامنون.